السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة هندسة النفط والغاز، مادة خواص المواء المكمنية. محاضرتنا اليوم عن موضوع غاز فيسكوسيتي لزوجة الغاز. قبل أن نشرح الغاز فيسكوسيتي، يجب أن نعرف معنى كلمة فيسكوسيتي فيزيائيا. تعرف اللزوجة أو الفيسكوسيتي بشكل عام على أنها مقاومة المواع الداخلية ضد الجريان. وكما نعرف أن جريان المواع يكون بشكل طبقات تنزلق بعضها فوق البعض الآخر، وكلما كان هنالك مقاومة بين هذه الطبقات كلما زادت اللزوجة، وعلى العكس من ذلك إذا لم توجد مقاومة بين الطبقات كانت اللزوجة أقل. وكذلك احنا نعرف أنه عندما يسلط شيرينج ستريس يعني إجهاد قص على الطبقات تزداد سرعتها، وكلما انزلقت الطبقات على بعضها البعض في يعني بسرعة أكبر زاد الاحتكاك مولدا لزوجة عالية، وتؤدي هذه الزيادة في اللزوجة إلى تقليل سرعة حركة الماء. عليه تعرف اللزوجة رياضيا على أنها نسبة إجهاد القص شير ستريس المسلط على وحدة المساحة نسبة إلى تدرج السرعة، ولها وحدات رياضية متمثلة بالبويز، سنتي بويز، مايكرو بويز، وكل واحد بويز هو مساوي للزوجة واحد داين نسبة إلى السكند مقسومة على سنتيمتر مربع، وممكن تحويلها إلى وحدات حقلية. طبعا هذا الرسم يمثل شكل أو كل سهم يمثل طبقة من طبقات المائع اللي تجري بفري ستريم وشلون تنزلق على بعضها البعض الآخر وصولا إلى السطح النهائي للمسار اللي هو الباوندري لايرز. فيما يخص حساب الغاز فيسكوسيتي، فإنه من غير الشائع استخدام الطريقة المختبرية لحساب لزوجة الغاز، وأغلب الأحيان تعتمد الطرق الحسابية الامبريكال كوريليشنز على العلاقات الرياضية مثل أي خاصية انتنسيف تخص المواد. الفيسكوسيتي للناتشرال غاز أو للغاز الطبيعي هي تكون ممكن وصفها بالدوال الآتي، يعني الميو غاز هذا رمز لزوجة الغاز يساوي أو هي دالة لكل من البريشر يعني الضغط، تمبريتشر درجة الحرارة، وآي يمثل الكومبوزيشن يعني مكونات الغاز مكوناته اللي يتكون من عدها، يعني مثلا احنا فيما يخص الغاز الهيدروكربوني يتكون من اكثر من مكون هيدروكربوني او خليط من مكونات هيدروكربونية مختلفة. وواصف هنا يقول where mu g يساوي the viscosity of the gas. The above relationship symbolically states that the viscosity is a function of a pressure, temperature and composition. يعني دالة لكل من الضغط والحرارة والمكونات. هناك العديد من العلاقات الرياضية التي تستخدم أو correlations التي تستخدم لحساب قيمة لزوجة الغاز، لكن أكثر علاقتين رياضية مستخدمة هما أولا طريقة كار كوباياشي بورس correlation method، والطريقة الثانية طريقة لي غونزاليس وإيكان method، وراح نشوفهم بالسلايدات اللاحقة كل طريقة شلون يحسب بيها لزوجة الغاز. طبعا هنا أيضا شكل المعادلة بعد التصحيح، يعني ناخذ قيمة الميو 1 والأنكوركتد ونضيفها للتغير اللي يصير نتيجة لوجود الـ N2 والـ CO2 والـ H2S، والميو 1 يصير بعدين الـ Corrected Gas Viscosity at 1 atmospheric pressure and reservoir temperature بالـ Centiboys، وكل واحدة منهن أيضا مطيها رمز دلتا ميو N2 دلتا ميو CO2 ودلتا ميو H2S اللي هي الـ Viscosity Correction نسبة إلى كل مادة من المواد. الجدير بالذكر أيضا أنه وجود المواد النان هيدروكربون داخل الخليط الغاز الطبيعي تؤدي إلى زيادة لزوجة الغاز، لذلك يجب أخذ بنظر الاعتبار وجودها وتعديل الحسابات بناء على وجود هذه المواد. أمامنا مخطط يوضح طريقة حساب ميو 1. لاحظ بالمخطط بالنسبة للإكس أكسس بالجانب الأسفل من المخطط هو الموليكيولر ويت، أما الجانب الأعلى من المخطط الإكس أكسس يمثل لنا الغاز جرافيتي. أيضا عندنا منحنيات درجة الحرارة موجودة داخل المخطط، وموجود عندنا بالواي أكسس قيمة الميو 1، فنستخدم إما الموليكيولر ويت أو الغاز جرافيتي ونقاطعها مع درجة الحرارة ونسقطها على الواي أكسس نحصل على قيمة الميو 1.
أما الجرافس الجانبية، هذه المربعات اللي موجودة داخل المخطط، فكل واحدة منهم نقدر نطلع تصحيح وقيمة المواد النان هيدروكربون الموجودة بالغاز الطبيعي، سواء كان N2 أو CO2 أو H2S. أيضا نأخذ نسبتها المئوية، نقاطعها مع المخططات اللي موجودة داخل المربع، ونسقطها على الواي اكسس الخاص بها، يطلع لنا قيمة الكوركشن، يعني الواي اكسس بالمربع الصغير. نفس الشيء بالنسبة للCO2 والH2S. بعد أن نحصل على نسب التصحيح هذه، نستخدمها بالمعادلة اللي موجودة بالسلايد السابق، إنه الميو كوركتد يساوي إن ميو انكوركتد زائد نسبة التغير اللي نحصلها كنسب تصحيح، وعليه نحصل على قيمة الميو كوركتد. نأتي على شرح الطريقة الأولى لحساب لزوجة الغاز، طريقة كار كوباياشي أن بوروس، اللي تم تطويرها عام 1954. وطبعا تعتمد هذه الطريقة على استخدام مخططات لتحديد قيمة لزوجة الغاز الطبيعي، واعتبارها كدالة لكل من درجة الحرارة والضغط والغاز جرافيتي. طبعا والخطوات الحسابية تتلخص بالخطوات اللاحقة اللي راح نشرحها. الخطوة الأولى هو حساب سيدو كريتيكال بريشر، يعني BBC، وبسيدو كريتيكال تمبريتشر، يعني TBC، إضافة إلى الموليكولار ويت والسبيسيفيك جرافيتي. وطبعا يتم الحساب إما عن طريق الجداول، أو عن طريق الجداول اللي بيها النسب المئوية اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة بدراسة خواص الغاز، أو عن طريق استخدام المعادلات اللي توظف السبيسيفيك جرافيتي الخاصة بالغاز لإيجاد كل من قيمة TBC وBBC. إضافة إلى ذلك، يؤخذ بنظر الاعتبار وجود العناصر الغير هيدروكربونية داخل التكوين، اللي هي العناصر الغير هيدروكربونية اللي عرفناها أيضا بالمحاضرات السابقة CO2 أو N2 أو H2S. طبعا شرط أن تكون نسبتها 5%، فما فوق 5% يعني من الخليط الكلي أو أعلى من هذه النسبة، بهالحالة راح يكون واجب تصحيح قيمتها في حسابات اللزوجة. بعد أن نحصل من الجراف الأول على اللزوجة، طبعا الجرافس أو المخططات راح نشوفها بالسلايدات اللاحقة وراح نوضح أكثر. فبعد أن نحصل على قيمة الفيسكوسيتي الخاصة بالغاز الطبيعي باعتبار 1 أتموسفير ودرجة الحرارة اللي معطات بالمسألة، بعدها نأخذ هذه القيمة ونرمز إلها بالرمز ميو 1، يعني اللزوجة رقم 1، أو طيها قيمة ميو 1، يعني رمز 1. must be corrected يعني لازم تصحح باعتبار وجود النون هيدروكربون كومبوننتس، ونستخدم ايضا فيجر اخر للتصحيح. بعد ذلك يتم بعد ان نتخلص من تاثير النون هيدروكربون افكتس، ايضا عندنا جدول اخر يحسب من عنده قيمه اخرى، بعدها نحصل على اللزوجه النهائيه. راح نشوف هذا الشرح اكثر واوضح بالسلايدات اللاحقه. الآن لدينا مخطط آخر يعتبر تكميلي للمخطط السابق. هذا المخطط الحالي نستخدمه لإيجاد قيمة ميو على ميو أي. قيمة الميو على ميو أي اللي نحصل عليها نضربها في قيمة ميو 1 سواء كانت كوركتد أو انكوركتد حسب نسبة النون هيدروكربون. عند ضرب قيمة ميو على ميو أي في الميو 1 راح نحصل على اللزوجة النهائية. خلينا نعرف شلون نحصل قيمة ميو على ميو أي. بالإكس أكسس عندنا البسيدو تمبريتشر، لنفرض مثلا عندنا درجة الحرارة 1.6، التي بي سي عندنا 1.6، ولنفرض البي بي سي اللي هي المنحنيات تمثل لنا البي بي سي قيمتها 6. نأخذ قيمة 1.6 نقاطعها مع المنحني اللي قيمته 6 ونسقطها على الواي اكسس، راح نحصل على قيمة ميو على ميو اي تساوي لنا تقريبا 2 point something. هذه هي طريقة حساب الميو على ميو اي. بعد ان حصلنا قيمة الميو على ميو اي نضربها في ميو 1 راح نحصل عن طريقها على اللزوجة النهائية. الآن لدينا مثال: A gas wheel is producing at rate of 15,000 feet تكعيب per day، يعني بئر غازي ينتج بمعدل إنتاج 15,000 قدم مكعب باليوم. From a gas reservoir من مكمن غازي at an average pressure يعني معدل ضغط of 2000 PSIA، معدل ضغط مقداره 2000 PSIA، and temperature ودرجة حرارة of 120 فهرنهايت.
The specific gravity is 0.72. Calculate mu g يعني احسب قيمة لزوجة الغاز. خطوات الحل: أولا حساب الـ apparent molecular weight of the gas يعني حساب الـ ma وهو ناتج من ضرب قيمة الـ specific gravity للغاز المعني مضروبة في 28.69 اللي هي نعرفة خاصة بالهواء. تطلع عندي قيمة الـ apparent molecular weight يساوي لنا 20.85. الآن نأتي على الخطوة الثانية من حل السؤال، وذلك باستخدام المولكيولر ويت اللي مقداره 20.85 ودرجة الحرارة 120 فهرنهايت، نذهب إلى المخطط الأول ونقاطع قيمة المولكيولر ويت الموجودة في الإكس أكسس مع منحنيات الحرارة ونسقطها على الواي أكسس للحصول على قيمة ميو 1. بعد أن حصلنا على قيمة ميو 1 نبدأ بحساب كل من البي بي آر والتي بي آر، وبحساب بي بي آر وتي بي آر أصبح بإمكاننا الآن استخدام المخطط الثاني ونقاطع كل من قيمة التي بي آر مع منحنيات البي بي آر ونسقطها على الواي أكسس للحصول على ميو على ميو أي وتساوي لنا 1.5. الخطوة الأخيرة للحصول على اللزوجة ميو جي تساوي لنا ميو على ميو أي اللي حصلناها من المخطط الثاني مضروبة في ميو 1، تطلع عندنا قيمة ميو جي. الآن نتطرق للطريقة الأخرى لحساب لزوجة الغاز وهي طريقة لي غونزاليس إيكان ميثود. تم وضع هذه الطريقة سنة 1966 وهي سيمي إمبيريكال ريليشن شيب لحساب لزوجة الغاز، وقد عبر عنها صاحب المعادلات أو الحسابات أنه هي تربط بين لزوجة غاز الغاز في داخل المكمن مع كل من درجة الحرارة و density of gas يعني كثافة الغاز والmolecular weight of the gas. وقدم المعادلة بالشكل الآتي: ميو جي يساوي لنا 10^4 كي exponential كل من x في رو جي على 62.4 مرفوعة للأس واي، ثم نغلق القوس. طبعا وكل من قيمة k و x و y إلها معادلات، يعني هي ثوابت إلها معادلة أو مو ثوابت وهي قيم إلها معادلات لحسابها تعتمد على المولكيولر ويت ودرجة الحرارة، حيث أن k تساوي لنا 9.4 زائد 0.02 في المولكيولر ويت في t في 1.5 t طبعا درجة الحرارة بالرانكن، مقسومة على 209 زائد 19 في المولكيولر ويت الابيرنت مولكيولر ويت زائدا t أيضا في الرانكن. أما X فتحسب بالمعادلة الآتية: 3.5 زائد 986 مقسومة على درجة الحرارة زائد 0.01 في apparent molecular weight. وأخيرا حساب Y يساوي لنا 2.4 ناقص 0.2 في X اللي حسبناها من المعادلة السابقة. الآن لدينا مثال لتوضيح طريقة لي غونزاليس إيكان لحساب لزوجة الغاز الطبيعي. المثال: A gas wheel is producing at a rate of 15,000 cubic feet per day. يعني بئر غازي ينتج بمعدل 15,000 قدم مكعب باليوم. From a gas reservoir من مكمن غازي at an average pressure of 2,000 psia من مكمن غازي قلنا بمعدل ضغط 2000 psia and temperature of 140 فهرنهايت ودرجة حرارة 140 فهرنهايت. الspecific gravity لهذا الغاز مقدارها 0.72. طالب حساب الميو غاز إذا قيمة الـ Z factor value is 0.78. أول خطوة نحسب الـ rho g من المعادلة BMA على ZRT، يصير عندنا rho g يساوي 2000 تمثل لنا الضغط، الـ MA إحنا حاسبينها بالمثال السابق 20.85 على R اللي تمثل لنا 10.73 في درجة الحرارة بالرانكن 600 في Z اللي مقداره 0.78 معطات بالسؤال. هذه الخطوة الأولى. بعد ذلك نحسب كل من قيمة K و X و Y حسب المعادلات اللي أخذناها بالسلايد السابق. بعد أن نحسب قيمتهن ثلاثتين عن طريقهن ممكن إيجاد قيمة الميو جي. K يساوي لنا 9.4 زائد 0.02 في الـ MA اللي هي الـ apparent molecular weight، نغلق القوس في 600 اللي هي درجة الحرارة مرفوعة للأس 1.5.
مقسومة على 209 زائد 19 في apparent molecular weight زائد درجة الحرارة اللي هي 600، تطلع عندنا قيمة K تساوي لنا 119.72. أما قيمة X تساوي لنا 3.5 زائد 986 على 600 زائد 600 تمثل لنا درجة الحرارة طبعا، زائد 0.01 في 20.85 تمثل لنا MA، تطلع قيمة X تساوي لنا 5.35. أما قيمة Y تساوي لنا 2.4 ناقص 0.2 في X اللي طلعناها من المعادلة السابقة اللي هي مقدارها 5.35، طلعت عندي قيمة Y. بعد ذلك نحسب الفيسكوسيتي للغاز من المعادلة اللي هي ميو جي تساوي لنا 10 أس سالب 4 في K اللي طلعناها من المعادلة الأولى 119.72 في إكسبونيشن ل 5.35 اللي طلعناها من معادلة الإكس في 8.3 اللي هي الرو جي مقسومة على 62.4 الكل مرفوع على الأس 1.33، وتساوي لنا الميو جي 0.0173 سنتيبويز. وهذه هي طرق حساب لزوجة الغاز. شكرا لإصغائكم طلبتنا الأعزاء، نرجو أن تكونوا قد استفدتم من المحاضرة، نلتقي في محاضرات لاحقة بإذن الله.